مساء الخير. النهارده هنعمل كيكه الشوكولاته من غير استعمال اي فرن. المقادير: 300 جرام البسكويت الساده بتاع الشاي، نص كوبايه زبده، نص كوبايه كريمه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، ربع كوبايه كاكاو، نص كوبايه شوكولاته، نص كوبايه عين جمل، ومعلقه فانيليا. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه دلوقتي هنعملها، هنكسر البسكويت لحتت صغيره كده. انا كده كسرت كل الكوكيز، هبتدي دلوقتي احط عليه عين الجمل واقلبه في طبق كبير شويه. هبتدي احط الكاكاو واحط السكر، نص كوبايه الكاكاو ونص كوبايه السكر، واقلبه. الفانيليا اضيف عليهم الميه، واحاول ادوب الكاكاو مع السكر في الميه. دلوقتي خلاص داب الكاكاو مع السكر مع الميه. انا حطيت الخليط عباره عن نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، وربع كوبايه كاكاو، ومعلقه الفانيليا، ودوبتهم مع بعض. وحطيتهم دلوقتي في كسرونه صغيره، وهبتدي اضيف عليهم الزبده، نص كوبايه الزبده، وسيبه لما يغلي. كده الخليط بيغلي، هسيبه 3 دقايق يغلي على البوتاجاز عشان يتركز شويه. كده خلاص الصوص الشوكولاته كده خلص، هسيبه شويه لغايه لما يهدى 5 دقايق، وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. هبتدي اضيفه على البسكويت. وقلب. هنا محضره الصينيه بتاعت التشيز كيك، ودهنتها بالزبده. هبتدي اضيف فيها البسكويت. انا كده دخلت البسكويت جوه الصينيه وضغطت عليه. هبتدي دلوقتي اغطيها بالبلاستيك، هدخلها جوه الثلاجه، هتقعد تقريبا ساعه عشان تجمد، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده بعد الصينيه قعدت تقريبا ساعه ونص في الثلاجه، زي ما احنا شايفين نشفت خالص. انا هنا سخنت الكريمه لدرجه الغليان بس ما خليتهاش تغلي، وهبتدي دلوقتي احط الكريمه على الشوكولاته. هسيبها بس دقيقه على الشوكولاته كده لغايه لما الشوكولاته تسيح. هبتدي اقلبها. كده خلاص الشوكولاته ساحت في الكريمه. هبتدي دلوقتي احطها الصينيه بتاعه البسكويت مع الشوكولاته. دلوقتي هسيبها تاني في الثلاجه مده ساعتين لغايه لما الشوكولاته اللي على الوش تنشف خالص، وبعد كده هنشوف لما تطلع من الثلاجه هتبقى شكلها ازاي. كيكة بسكويت الشوكولاته دلوقتي وزي ما احنا شايفين هي نشفت، هنشوفها دلوقتي لما نيجي نقدمها في الطبق هتبقى شكلها ازاي. وكده شكلها لما بنحطها في الطبق بتبقى لذيذه جدا. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.